فيديو النهاردة بإذن الله هنتكلم عن Multiple Choice Questions Cardiac Cycle. طبعا مع بداية كل فيديو لازم أعرفك هنختار كل جملة صح أو غلط ليه. هنشرحها النهاردة مع بعض. يفضل ان انت تكون مذاكر البرانش من بدايته علشان تستفيد ان شاء الله في هذا الفيديو. السؤال الاول: atrial pressure increases in maximum ejection. maximum ejection معناها ان الفنتركل عمل pumping لمعظم الدم الى الاورطة. طيب يعني البريشر جوه الفنتريكل هيقل، يبقى مفيش حاجة هتزق الاي في فالف لفوق، وبالتالي البلد في الاتريوم هيتوزع في مساحة اكبر، لذلك ضغط الاتريوم في المرحلة دي هيقل. يبقى ايه؟ غلط. ايزو فوليومتريك كونتراكشن. Isovolumetric معناها الفوليوم of blood في الفنتريكل ثابت، لا هيزيد ولا هيقل، كل الفالفز مقفولة. طيب الدم اللي فضل يزيد في اللفت فنتريكل أثناء rapid filling و slow filling و atrial systole اتجمع جوه اللفت فنتريكل، ثم اتقفل atrio ventricular valve ولسه السيميليونر ما اتفتحتش سواء الاورتيك او البالمونري فالف. طيب البلد الزياده ده يضغط على الوول اوف ذا فنتريكل، فالفنتريكولر بريشر هيعلى فيزق الاي في فالف لفوق، وبالتالي هيتحط الدم في مساحه اقل، انا قصدي الدم اللي جوه الاتريوم، فالبريشر هيزيد. عشان كده في الايزوفوليومتريك كونتراكشن ضغط الاتريوم هيزيد، وده بنسميه بلج اوف اي في فالف. الفالف طلع لفوق بقى عامل زي القبه، بدل ما يبقى كده بقى كده، فالدم بقى فوق الاتنين دول فوق صوابعي فزاد البريشر. نهايه atrial systole. خلي بالك من الكلمة، في نهاية الاتريال سيستول هيقل الاتريال بريشر، وده شيء طبيعي. في البداية ضغط الاتريوم أعلى من الفنتريكل، فالبلد بيتحرك ببريشر جريدينت. في نهاية المرحلة خلاص هيقل الاتريال بريشر لأنه فرط في معظم الدم اللي عنده. طب السلو فيلينج فيز، في السلو فيلينج خلاص ضغط الاتريوم كمان هيقل. السؤال اللي بعده: ايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز. عايزك تختار الاجابه الصح، هنمشي اختيار اختيار مع بعض. فنتريكولر بريشر يزيد، تقول لي لسه شرحينها صح. اي في فالف or opened، الإجابة غلط، إن الفنتريكل عايز يجهز نفسه للسيستول، يبقى الفالف بين الاتريا والفنتريكل لازم يتقفل، فopen غلط. aortic pressure يزيد، هتقول لي غلط، لسه الأورتيك فالف ما فتحش. الأورطة في الحالة دي بتوزع البلد للبريفري. الأورطة عندها ظاهرة جميلة جدا اسمها إلاستيك ريكويل، إلاستيك فايبرز في الوول عندها، الألياف المرنة تخليها تعصر نفسها وتوزع الدم باستمرار إلى التيشوز. علشان كده البريشر في الأورطة بيقل. وفي النظري قلتلكم الجملة المكررة: blood leaves aorta to the periphery. طيب ventricular volume يقل، تقول لي طبعا غلط، لان العنوان ايزو فوليومتريك، ايزو يعني ثابت،
الفوليوم اوف بلاد في الفنتريكل ثابت، لا هيزيد ولا هيقل. تمام. السؤال اللي بعده، كلوجر اوف اي في فالف اوكير في نفس الوقت في الكاردياك سايكل مع مين؟ تعال نفكر تفكير منطقي. اي في فالف قفل، ده الميترال او الترايكاسبيد، ده معناه الفنتريكل دلوقتي ما بيملاش، مفيش دايستول، بنتكلم عن سيستول. لذلك اول اختيار غلط، بداية الدايستول تقولي غلط. عايز افكرك بحاجة قلناها في النظري، الهارت ساونز بتتسمع لما الفالف يتقفل، يعني لما اقولك دايستول القلب هيملى، فهسمع قفلت اورتك اند بالمونري فالف. لما الباب بتقفله جامد يعمل صوت، يبقى ايه غلط؟ نهاية الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن. دلوقتي انا كفنتريكل في نهاية المرحلة دي بجهز نفسي ان انا املى من الاتريوم، رابيد فيلينج ثم سلو فيلينج فيزس. من اسمها فيلينج يبقى لازم تفتح اتريو فينتريكولر فالف، وهو قال لي في راس السؤال كلوجر، يبقى بي غلط. طيب نيجي للتي ويف اوف اي سي جي. كلنا عارفين ان التي ويف من اول نهاية التي الى البي انترفال، تي بي انترفال، ده يمثل دايستول، الكتريك دايستول. ولو دايستول لازم الابواب دي تفتح، هاملة ازاي والمايترال والترايكاسبيد بتوعي مقفولين، يبقى سي غلط. فيرست هارت ساوند ايه رأيك؟ تقول لي صح، لان الفيرست هارت ساوند بيحدد السيستول، القلب هيبتدي كونتراكشن زن ايجكشن، لذلك دي صح. طب سكند هارت ساوند، تقول لي غلط، لان سكند هارت ساوند يحدد بداية الدايستول، القلب هيملى. طالما هيملى يبقى لازم يتفتح الاي في فالف، يبقى ما يتقفلش. طب ده الاساس عندنا. السؤال اللي بعده، فنتريكولر بريشر ميريتش 0 مليمتر مركري. قبل ما نقرا الاختيارات تعالى نفتكر مع بعض كاردياك سايكل. الليفت فنتريكل بيملى من الليفت اتريوم، لازم ضغط الليفت فنتريكل يكون اقل. هتسالني سؤال، هو ضغط الليفت اتريوم تقريبا كام؟ هقول لك من 2 الى 5 مليمتر مركري، اقل حاجه 2، لان الاتريوم is not a pressure pump، ده هي volume pump، ده مخزن للدم بس. ضغط الفنتريكل يقل لازم يكون 1 او 0. لازم انا كفنتريكل اجهز نفسي قبل الدايستول. خلي بالك من كلمة اجهز نفسي، يبقى المرحلة ايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز. شوف ايزو فوليومتريك، تقول لي طب ليه تسمت كده؟ الفنتريكل طلع الدم بتاعه للأورطة، ماكسيمم ايجكشن، ريديوزد ايجكشن، بروتو دايستوليك اللي هي الفترة الصغيرة دي، ثم اتقفل فجأة الأورتيك فالف، ضغط عمال يعلى في الأورطة مقارنة بالليفت فنتركل. ما ينفعش الدم يرجع بالعكس إلى الليفت فنتركل، فنقفل الأورتيك فالف مباشرة. وما زال الاي في فالف مقفول. طب الفنتريكل عاوز يجهز نفسه انه يملى من الاتريوم، فنتريكل عنده القدرة على الاتساع، على الكومبلاينس او الديستنسبيليتي، التمدد، يوزع
بقايا الدم اللي جواه في أقل مساحة، في أكتر آسف مساحة ممكنة. طالما وزعتها في أكبر مساحة يبقى البريشر هيقل جدا على الجدار، قد يصل إلى الزيرو. طب الباقي ما اخترتوش ليه؟ في الايزو فوليومتريك كونتراكشن البريشر في الليفت فنتريكل يوصل الى 80 مليمتر ميركوري علشان يفتح الاورتيك فالف، وانت بتقول في راس السؤال يصل الى الزيرو. في الماكسيمم ايجكشن ايوه ضغط الفنتريكل هيقل بس ما يوصلش الى الصفر. في السلو فيلينج فيز، وده مهم جدا، ممكن يصل الى 10 مليمتر ميركوري وليس الزيرو. فالاجابه الصح هي A. السؤال اللي بعده، 70% of ventricular filling occurs in. قبل ما نقرا الاختيارات عايز افكرك بالنظري. انا قلت 70% من الايجكشن هيحصل في الماكسيمم ايجكشن فيز. فاكر الستروك فوليوم؟ هي الفوليوم اوف بلاد بامبد باي ايتش فنتريكل بير بيت، كل ضربه اللي هو 70 مللي. ال 70 مللي دول 70% منهم هضخهم في الماكسيمم ايجكشن فيز. 70% من ال 70 مللي احنا بنتكلم في 49 مللي. هتقولي طيب دكتور انت ليه فكرتني بدي؟ السؤال بيتكلم على فيلينج مش ستروك فوليوم، نفس المبدأ. برضو معظم الفيلينج بيحصل في الرابيد فيلينج فيز، تبقى دي الإجابة الصح. زي ما في 70% هيتضخوا في مرحلة معينة، برضو 70% من الامتلاء في مرحلة rapid filling phase. عاوزك تلاحظ معايا حاجة، ان الايجكشن حصل في 3 محطات في الكاردياك سايكل، فيز 3 و4 و5 maximum ejection minimum ejection بروتو دايستوليك. برضو الفيلينج حصل في 3 مراحل، فيز 7 8 1، 7 رابيد فيلينج فيز، 8 سلو فيلينج فيز، 1 اتريال سيستول. طيب نيجي لكيرف مهم جدا. الكيرف ده بيبقى موجود في أسئلة المعادلة وموجودة حديثا في النظام الجديد. قصدنا من الكيرف ده نطلع جميع معلومات الكاردياك سايكل. تقول لي ده الكيرف ده مشهور قوي، العلاقة بين فنتريكولار فوليوم على الهوريزونتال اكسس وفنتريكولار بريشر على الفيرتيكال اكسس، وسمينا الرسمة دي فوليوم بريشر لوب لانها تعتبر مغلقة من البداية الى النهاية. شلت لك جميع المعلومات على الرسمة، يعني كل خط من دول بيمثل فيز اوف كاردياك سايكل. هنيجي نستعرض 13 جملة ام سي كيو من الان ليها علاقة بالكيرف ده، وكل شوية ارجعك للكيرف. طيب اول سؤال عندنا، بوينت A to B يمثل ايه؟ طب تعالى نرجع تاني اهو، ادي A to B. نفكر مع بعض بطريقة واحد فاهم. ايه كان قيمته هنا كبريشر؟ علي البي قيمته زادت، افهم من كده ان A to B هيزيد الفنتريكولار بريشر على الفيرتيكال اكسس. تقول لي انا معاك. طيب اخبار الفوليوم من A to B انزل كده بيربنديكولار، هتلاقي ان الفوليوم ثابت اهو، الفوليوم ثابت على الهوريزونتال اكسس. نفكر مع بعض، مين الفيز
اللي الفنتريكولر بريشر بيعلى وفي نفس الوقت الفوليوم ثابت. تقول لي ايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز، طبعا هي دي الاجابه الصح. ما ينفعش تقول لي ايزو فوليومتريك ريلاكسيشن. ليه؟ لان في الريلاكسيشن البريشر بيقل. انا قلت لك فروم اي تو بي، معناها ان البريشر عمال بيعلى اهو، يبقى ده ما يمشيش مع ايزو فوليومتريك ريلاكسيشن. طيب ماكسيمم ايجكشن فيز ليه ما يمشيش؟ لسببين. في الماكسيمم ايجكشن ضغط الفنتريكل هيقل لانه بيطلع للاورطه، وفي نفس الوقت بص معايا المفروض ان الفوليوم يقل. انا بفرط في معظم الدم اللي جوايا للاورطه، طب ازاي ده ينفع والفوليوم ثابت؟ انا همشي معاك اختيار اختيار، احنا مش عاوزين نقول الاجابه الصح اهي ونسمع الكلام ده، ما ينفعش. طيب نيجي لحاجه تانية، اتريال سيستول ما اخترتهاش ليه؟ لان في الاتريال سيستول الفنتريكولر بريشر بيقل علشان ياخد الدم، وحتى لو زاد في نهاية المرحلة مش هيوصل إلى 80 مليمتر مركري. لا ده أنت بتقول لي هيوصل ل 120، ما ينفعش. كمان في الاتريال سيستول أنا كفنتريكل بملى من الاتريوم، المفروض الفوليوم اوف بلاد في الفنتريكل يزيد، أنا باخد منك، لكن لو جيت بصيت هتلاقي ان الفوليوم هنا ثابت. ده اول سؤال عندنا. نيجي للسؤال التاني، the point which represents mitral valve closure is. انا عايزك من خلال الرسمة اللي هوريها لك تاني قول لي المايترال فالف قفل فين وليه. تعالى نرجع برضو لورا اهي، هنا لو بصينا من دي الى ايه، ايه رايك؟ تقول لي عند نقطه دي كان الفوليوم 40 اهو، وعند نقطه ايه كان الفوليوم 120. اقول لك يزيد عن كده، تقول لي لا الكيرف ده يقول لا، يعني اذا اعلى فيلينج عندي 120. ده معناه ايه؟ ان من دي الى ايه كان الميترال فالف مفتوح، الليفت فالف او اللي بين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل مفتوح، قفل فين عند النقطه دي. طب ايه دليلك؟ لان بعد كده البريشر عمال يزيد. ازاي الفنتريكولر بريشر يعلى والميترال فالف لسه مفتوح؟ ما ينفعش. يبقى بوينت ايه عندها ميترال فالف كلوجر، ودي بداية الايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز. هتقول لي بقى انا فهمت عند بوينت دي ميترال فالف اوبننج، يبتدي يفتح الميترال فالف. طيب يبقى اذا الاجابة الصح هي بوينت A. السؤال اللي بعده، بوينت B تمثل ايه؟ تعال بقى نرجع مع بعض تاني ونشوف علشان ما ننساش. ادي بوينت بي، فروم اي تو بي ها حصل ايه؟ تقول لي ده ايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز، وبص معايا او بي هنا قصادها بريشر 80، ده اللي انا بقول عليه. لما يوصل الضغط في الليفت فنتريكل ل 80 مليمتر مركري ها هيتفتح اورتيك فالف، يبقى اذا بي تمثل اورتيك فالف اوبننج، ده مهمه جدا الكلام ده اهو. نرجع مع بعض، تمثل اورتيك فالف اوبننج لان دي مقدمه للماكسيمم ايجكشن فيز. طبعا ما تقوليش مايترال فالف فتح، لا احنا هنا مفيش فيلينج،
ما تقوليش ان الاورتيك فالف مقفول، لا ده احنا مش هنبتدي دايستول جديد، احنا انتهينا من الدايستول عند ال 120 مللي على الرسمه، خلاص عايزين مقدمه للسيستول. السؤال اللي بعده، بوينت بي 2 سي تمثل ايه؟ تعال نقول بي اتفتح الاورتيك فالف، هتقول لي ماشي. طب بس قبل ما نيجي نكمل نرجع مره تانيه للرسمه. فروم بي تو سي، بص عند سي وصلت لاعلى قيمه عندك 120 مليمتر مركري. طيب تقول لي طب لو انا مش واخد بالي، هقول لك لو انت مش فاهمها من سي الى دي ايه رايك؟ تقول لي الفنتريكولار بريشر عمال يقل، ده قرب هنا من الزيرو، عمال يقل، يبقى معنى كده ان انا بجهز نفسي ايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز. فطالب يقول لي انا ابتديت افهم حاجه، اي تو بي ده الفيز رقم 2 في الكاردياك سايكل ايزو فوليومتريك كونتراكشن، وبارلل ليها ده فيز 6 ايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز. طب يبقى من بي تو سي بقيه المراحل فيز 3 و4 و5، يعني المحطات اللي الاورتيك فالف ما زال مفتوح وهيقفل في نهايه فيز 5 اللي هو بدايه فيز 6. يعني من بي تو سي يمثل ماكسيمم ايجكشن فيز 3، مينيمم او ريديوسد ايجكشن فيز 4، بروتو دايستوليك فيز 5. يعني بي تو سي يمثل ستروك فوليوم، فوليوم اوف بلاد بامبد باي ايتش فنتريكل بير بيت. ده مهم قوي، عشان كده انا جيت في الاختيارات هنا وحبيت الخبطك، قلت لك ايه اهي بص بقى معايا، قلت لك حاجة مهمة جدا، كاردياك اوت بوت، تقول لي غلط، كاردياك اوت بوت تمثل فوليوم اوف بلاد بامبد باي ايتش فنتريكل بير مينت في الدقيقة. انا هنا بتكلم في الضربة بير سايكل في الكاردياك سايكل، يبقى دي غلط. اند سيستوليك فوليوم، يعني ايه اند سيستوليك؟ الدم اللي هيتبقى جوه الفنتريكل في نهاية السيستول. فطالب منكم يسأل هو نهاية السيستول انتهت بإيه؟ بالبروتو دايستوليك فيز، خلاص لأنه اتقفل الأورتيك فالف في النهاية، يبقى اللي اتبقى موجود فين؟ في الأيزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز، في الستة اللي جاية بعدها. عشان كده لو سمحتم ارجعكم مرة تانية الى الرسمة، بص معايا هنا فروم سي الى دي ضغط الفنتريكل عمال يقل يقل يقل، قرب يوصل الى الزيرو. عند النقطة دي هو الاند سيستوليك فوليوم، هو حجم الدم اللي هيتبقى في نهاية السيستول ليساوي 40. طب تقول لي والاند دايستوليك كام؟ 120. يعني ايه اند دايستوليك؟ هو اللي القلب اتملاها مع الدايستول، يعني الخط اللي طالع ده الرابيد فيلينج والسلو فيلينج والاتريال سيستول، فنتريكل كفوليوم عمال بيزيد. ايوه بيزيد، فعشان كده نخلي بالنا ده نهايه الاند دايستوليك اللي اتمليته في السايكل ده 120، وده اند سيستوليك فوليوم 40. تقول لي طب انت ليه ركزت عليهم؟ لان انا هجيب لك مساله دلوقتي في الكاردياك سايكل. تمام، نيجي للتكمله، واحنا قلنا طبعا بوينت سي تمثل ايه؟ خلاص الاورتيك فالف واتكلمنا عليه انه هيقفل. تمام، طب من سي الى دي
النازله بقى تقول لي ده ايزوفوليومتريك ريلاكسيشن فيز. اوعى تقول لي رابيد فيلينج. ليه؟ ان البريشر هيوصل الى زيرو، يقرب من الصفر. في الرابيد فيلينج ضغط الفنتركل في نهايه الامتلاء يصل من 5 الى 8 مليمتر مركري. ده مهم جدا، ده لازم نكون عارفه، يبقى غلط. ايزوفوليومتريك كونتراكشن، ده في الكونتراكشن البريشر بيعلى، وانا بقول لك يقرب من الصفر، شفناها في الرسمه، برضه ما ينفعش. ماكسيمم ايجكشن ما ينفعش، ماكسيمم ايجكشن المفروض انه الفنتريكولر فوليوم بتاعتك بتقل، لكن من سي الى دي الفوليوم ثابته. هتقول لي طب ثابته ازاي؟ ارجع افكرك مره تانية بالرسمه. من سي الى دي نزل خط كده هنا، هتقول لي الفوليوم ثابت، القيمه ثابته عند صباعي، لن تتغير. عشان كده انا عندي مرحلتين في الكاردياك سايكل، الفوليوم ثابته ولا تتغير، هو ايزوفوليومتريك كونتراكشن فيز، فيز 2، ويقابلها في اللوب في الستة ايزوفوليومتريك ريلاكسيشن فيز. تقول لي كلام جميل جدا. طيب تعالى نقول بقى المسألة بتاعتنا. سبوز ان الهارت ريت يساوي 70 ضربة في الدقيقة، انا اللي مديك الرقم. كالكوليت كاردياك اوتبوت. كلنا عارفين ان الكاردياك اوتبوت يساوي حجم الدم اللي القلب هيضخه في دقيقة كاملة. اجيبه منين؟ لازم اعرف الضربة الواحدة القلب هيضخ كام؟ ايجكت كام؟ طب في الضربة ده ستروك فوليوم، اضربه في عدد ضربات القلب في الدقيقة، اضربه في الهارت ريت. تقولي طب ما الهارت ريت 70، انا ناقص احسب ستروك فوليوم. اقول لك سهل حساب، ستروك فوليوم يمثل اند دايستوليك ماينس اند سيستوليك. يا هارت اتمليت قد ايه في السايكل، اتبقى كام، يبقى الفرق هو اللي انت طلعته. هتقولي طبعا احنا قدرنا نجيب المعلومات دي من الرسمة. ارجع وافكرك مرة تانية وقلتها في الشرح دلوقتي عشان يبقى واضح، ده الاند دايستوليك. عرفته منين؟ نهاية زيادة الفوليوم، فوليوم عمال من دي الى ايه عمال يعلى، اهو المطلع ده، يبقى ده نهاية الامتلاء. ال 120 ملي هو الاند دايستوليك فوليوم، ما اعترضناش. طيب وبوينت دي هو اند سيستوليك فوليوم، ده اللي اتبقى في الفنتريكل لما الفالفز اتقفلت ما قبل الدايستول. هتقول لي انا معاك، يبقى اذا الفرق 120 اند دايستوليك ماينس 40 اند سيستوليك، يبقى الفرق 80 ملي. هتقول لي كده تمام، تعال نبص على التفاصيل. طالما الفرق 80 ملي هو ده الستروك فوليوم، وانا كتبت لك خطوات التفكير. طيب انا عندي الهارت ريت ادهوني في المسألة 70 تايمز الستروك فوليوم 80، لو ضربنا 70 تايمز 80 تبقى 5600 ملي، يعني تقريبا 5.6 لتر. عشان كده بص بقى معايا في الاختيار هو سي. طب يا دكتور انت حطيت الاختيارات الاربعه على اساس ايه؟ عايز الخبطك. في طالب يقول لك ده انا هضرب الهارت ريت تايمز اند دايستوليك، اقول له غلط، الاند دايستوليك ال 120 اضربها في 70 تديني تقريبا 8.4، يبقى ده غلط. انا حطيت الارقام في الاختيارات بناء على لخبطتك في المعادله.
في طالب يضرب في اي دي في على طول، لا طالب تاني يتلخبط يضربها في الاند سيستوليك فوليوم بس، لا مين قال يضرب 70 تايمز 40 يطلع 2.8 ده برضو غلط. تمام، في طالب يعمل حاجة تانية غريبة، يروح جامع الاند دايستوليك زائد الاند سيستوليك فيطلع لي ارقام هلامية اللي هو 11.2 لتر. خلي بالك الستروك يساوي اند دايستوليك ماينس اند سيستوليك، القيمة اللي هتطلع نضربها في الهارت ريت. طيب نيجي دلوقتي للأسئلة الخاصة بالهارت ساوندز على الرسمة. فيرست هارت ساوند هيحصل في أنهي نقطة؟ طالب الشاطر يقول لي فيرست هارت ساوند ده بيحصل في مرحلتين في الكاردياك سايكل. أيوة أنا قصدي بالسؤال بداية الفيرست هارت ساوند. فيرست هارت ساوند معناها سيستول، واتفقنا في النظري ان السيستول بدايته ايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز، نهايته ماكسيمم ايجكشن فيز. علشان كده نرجع مرة تانية الى الرسمة عشان برضو ما تنسهاش. بوينت ايه اتقفل عندها الميترال فالف، دي مقدمة للسيستول، عشان كده المقدمة عند بوينت ايه. في النظر قلنا الفيرست بارت اوف الفيرست هارت ساوند الجزء الاولاني او الكومبوننت الاول ايزوفوليومتريك كونتراكشن، سكند كومبوننت في الماكسيمم ايجكشن، بياخد مرحلتين في الكاردياك سايكل. طيب سكند هارت ساوند ازاي اقدر اعرفه في الرسمه؟ سكند هارت ساوند معناها ايه؟ قفل الاورتيك فالف، اتقفل هنا، يبقى عند بوينت سي، بدليل ان بعدها حصل ايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز. خلي بالك ان السكند هارت ساوند ايوه حصل في نهايه البروتو دايستوليك فيز، ولكن اتسمع بوضوح في الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز. مرحلة البروتو دايستوليك او ما قبل الدايستول اقصر مرحلة في الكاردياك سايكل، يعني انت مش هتاخد بالك قوي ان الصوت اتسمع في النهاية لانه هيدخل على المرحلة اللي بعدها ايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز. طب لو طلبت منك سيرد هارت ساوند تقول لي السيرد هارت ساوند ده بيحصل في الرابيد فيلينج، مش طبيعي ان انا اسمع صوت الدم وهو نازل في الفنتركل او الفنتركل اللي هو بيملى. دايما في الادلت عندنا تشست وول قوي، لما تحط السماعه على العضلات دي تبقى عامله زي حيطه بتقلل سماع الصوت بتاع امتلاء الفنتركل. طب امتى اسمعه بوضوح ويبقى طبيعي؟ طفل صغير تشيست وول بتاعته ضعيفة، مفيش الحيطة دي او العازل بين السماعة وصوت ملي الفنتركل، او الناس الرفيعين السين انديفيديوالز ما عندوش تشيست وول قوية. الرابيد فيلينج فيز يخليني اسمع الصوت التالت. خلي بالك الصوت التالت ده ما بيتسمعش بالسماعة، ما بيتسمعش بالاستيسوسكوب، بيتسمع بالفونو كارديو جرام. طب بص معايا على الكيرف، فين بداية الفيلينج؟ تقول لي بوينت دي، ونهاية الفيلينج بوينت ايه. يبقى السيرد هارت ساوند يتسمع في الاطفال والرفيعين عند بوينت دي. اجمل حاجة في الفسيولوجي كيرفاته، وده نظام المعادلة الاجنبية امريكية او ايا كان في اي دولة اوروبية،
انا عايز اشوف الطالب خرج بمعلومات ايه وازاي يقدر يستنتجها من خلال كيرف. ما عندهمش فكرة جيف اكاونت اون زي عندنا اشرح وسمع، لا عندهم الطالب هيستفيد بايه. طلعت المعلومة من الجراف، ده معناها ان انت فاهم كويس قوي. طيب نبص معانا على تكملة الأسئلة. ادي السكند، وادي ان تشيلدرن والسيم بيرسون بوينت دي. نيجي بقى دلوقتي لأسئلة على اورتك بريشر كيرف. الاورتك بريشر كان ليها انا كروتيك ليمب كيرف صاعد، ماكسيمم ايجكشن فيز، الدم اندفع فجأة من الفنتريكل للأورطة، على البريشر جوه الأورطة 120. طب في المينيمم ايجكشن ما زال الأورتك فالف مفتوح والدم بيسيب الليفت فنتريكل ويروح للأورطة، ولكن البريشر بتاع الأورطة أقل من الأورتك بريشر في الماكسيمم ايجكشن، وده شيء طبيعي، اندفاع مفاجئ ما تقارنوش بحاجة بسيطة دخلت في اليومن اوف اورت. ثم بعد كده بيحصل النوتش، الحفرة اللي هي في البروتو دايستوليك فيز، ثم اتقفل الاورتك فالف فجأة لان الدم في الاورتة كبريشر عمال يعلى مقارنة بالليفت فنتريكل بريشر. دم حب يرجع بالعكس من الاورطة للليفت فنتريكل، قلنا له ممنوع الريتروجريد كوندكشن، هنقفل الباب، بس الاورطة عاوز يوزع الدم للتيشوز، عشان اوزع لازم البريشر جوايا يكون اعلى من اللي هياخد مني، وده حصل. اورطة تتميز بإلاستيك ريكويل، هتعصر نفسها فتعلي البريشر جواها اعلى من اللي هيستقبل منها، فسميتها دايكروتيك ويف، والدايكروتيك ويف سببها إلاستيك ريكويل. فانا جيت اسألك إلاستيك ريكويل of aorta is represented by ايه؟ تقولي طبعا دايكروتيك ويف. طبعا انا كروتيك ليمب غلط، لان في الانا كروتيك معناها زي الانا بوليك كيرف عمال بيعلى ascending تصاعدي، ما فيهاش إلاستيك ريكويل، انا ما عصرتش نفسي، انا مجرد مستقبل لجش او اندفاع كبير من الدم. دايكروتيك نوتش طبعا ما تنفعش. طيب rapid fall of aortic pressure طبعا كاتاكروتيك ليمب، لان بعد النوتش والويف تلاقي الكيرف كان كده ثم ينزل فجأة. كاتاكروتيك تفكرني بكاتابوليك، حاجة بتهدم بتكسر، حاجة بتنزل. خلي بالك ان الاورتك بريشر دائما في الكاردياك سايكل قليلة، ما عدا في مرحلتين، ماكسيمم ايجكشن فيز ضغط عالي قوي في الاورطة، وبداية الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز. السؤال اللي بعده، هنيجي للجاجيولر فينس بريشر كيرف. طبعا مقدمة عشان تفتكر معايا، الجاجيولر فينس او جاجيولر فين ده كونكتد بالرايت اتريوم. ازاي؟ بيصب الدم في الفينا كيفا، والفينا كيفا تصب الدم في الرايت اتريوم. معنى الكلام اذا الرايت اتريوم بريشر زاد مش هيستقبل دم جايله من الفينا كيفا، انا المستقبل انا ضغطي عالي فالدم يتجمع في الفينا كيفا فضغط الفينا كيفا يزيد فما يستقبلش دم جايله من الجاجيولار فين، كلنا شبكة
متصلة ببعض، زي فكرة شارع رئيسي واقف في زحمة، كل الشوارع المؤدية إليه هتقف. عشان كده قلت لك إن الجاجيولار فين ده يعتبر مانوميتر أو مؤشر للرايت إتريال بريشر. أي تغير في الرايت إتريال بريشر في الكاردياك سايكل سينعكس على رسمة جاجيولار فينوس بالس. تعال نشوف لارج اي ويف. اتفقنا ان الاي في العادي تمثل اتريال كونتراكشن حصلت في مرحلة الاتريال سيستول. هنا بقى بيقولك ايه في رأس السؤال لارج اي ويف. طالب الشاطر يركز بقى، ارتفاع الموجة زاد قوي. معنى الكلام ده ان الاتريال او الرايت اتريال بريشر زاد جدا. طب هو زاد ليه؟ ما قدرش يعمل ايجكشن في الرايت فنتركل، يبقى اكيد الفالف اللي ما بينهم ضيق. تراي كاسبيد ستينوزس، دي الاجابه الصح. في طلبه تغلط وتختار مايترال ستينوزس. طب ليه يا دكتور غلط؟ مايترال على الناحية الشمال بين ليفت اتريوم وليفت فنتركل. انا ما بتكلمش على الليفت سايد، انا بتكلم على الجزء اليمين رايت اتريوم رايت فنتركل، عشان كده المايترال غلط. اورتيك ستينوزس طبعا غلط تماما، ملهاش علاقة بالموضوع. طيب ترايكاسبيد فالف انكومبتنس، تعال نتخيل ترايكاسبيد فالف مفتوح على الاخر ما بيقفلش. وقلت لك في النظري كومبتنس معناها كفاءه، كفاءه الصمام انه يفتح، فالدم يعدي ثم يقفل. طب ان يعني نفي، نوت كومبتنت غير كفء، الفالف ما بيقفلش على الاخر، فالدم يطلع من الفنتركل الى الاتريوم. خلي بالك، طب ده يساعد على ايه؟ ده يساعد على البلج اوف الاي في فالف او الترايكاسبيد فالف، يعني ده نقوله مع السي ويف وليس اي ويف. السؤال اللي بعده absent اي ويف in jugular venous pulse. تعال نتخيل انه اختفى الاي ويف. تقولي ده معناه اتريال كونتراكشنز اصبحت ضعيفة جدا. ضعيفة فين؟ اتريال فايبريليشن، من كتر الكونتراكشنز وكتر الاكتوبيك فصاي في الاتريوم فقدت الاتريال وول او المصل قدرتها على البامبينج. واتفقنا الفيديو اللي فات هذه القدرة غير هامة، تساهم ب20% فقط من الفنتريكولار فيلينج. 80% من الفيلينج مبني على بريشر ديفرنس، يبقى انا هختار بي اتريال فايبريليشن. طبعا فلاتر غلط لان ده وان اكتوبيك فوكس، ما يوصلش لدرجة غياب كونتراكشن. غياب كونتراكشن معناه انت تعبت، زي فكرة الفتيج لما قلناها في السكيليتال ماسل. قلتلك يعني ايه فتيج؟ تقولي معناها ان السترينث اوف كونتراكشن قل نتيجة ريبيتد ستيميوليشن. خلاص فنتريكولر اكسترا سيستول برضو لا، ملهاش علاقة بالاتريال كونتراكشن. السؤال اللي بعده ريجاردينج سي ويف، هي بتمثل ايه؟ نخلي بالنا السي دي معناها ان الاي في فالف او الترايكاسبيد بدل ما يبقى كده بعمل زي القبة طلع لفوق. طب ايه اللي خلاه يطلع لفوق؟ اكيد في ضغط عليه من تحت هو اللي خلاه عامل زي دوم شيبد او القبة. فكر معايا امتى يبقى الضغط عالي في اوضة الفنتركل؟ تقول لي في الايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز.
الدم محبوس جوه الفنتريكل، لا بيدخل ولا بيخرج، بيعمل lateral pressure ضغط جانبي على الوول ويضغط على الفالف ويطلعه لفوق. لما انا اطلعه لفوق احط مساحة الدم او الدم اللي في الاتريوم في مساحة اقل، وبالتالي يزيد الاتريال بريشر. الكلام ده في غاية الاهمية، لازم نكون عارفين. السؤال اللي بعده اكس ويف. اكس ده هو نزلة السي ويف. هتقولي ما دام نزلته يبقى خلاص. بعد الايزوفوليومتريك كونتراكشن عندنا ماكسيمم ايجكشن. طب ايه اللي حصل؟ 70% من البلد المحبوس في الفنتريكل الضخ للاورطه، يبقى البريشر جوه الفنتريكل هيقل، فمفيش حاجه ضغطه على الفالف لفوق، وبالتالي الفالف يحصل له داونورد ديسبليسمنت، يبتدي ينزل لتحت. وما دام الفالف الاي في فالف ترايكاسبيد بينزل لتحت، ده معناه ان مساحة الدم في الاتريوم ابتدت تزيد، وبالتالي البريشر هيقل، يبقى ده ماكسيمم ايجكشن فيز. نرجع للهارت ساوندز مع بعض. فيرست هارت ساوندز اوكير طبعا شرحناها في ايزوفوليومتريك كونتراكشن وماكسيمم ايجكشن سي اند دي، فالاجابه الصح هي اي. طالب منكم يسال طب اتريال سيستول نسمع فيها صوت؟ ايوه فورس هارت ساوند. ده مش طبيعي تسمعه بالستيثوسكوب، ده برضو هسمعه بالفونو كارديوجرام فيري لو بيتش. طيب نيجي للسؤال اللي بعده سبليتنج. قبل ما اقولك يعني باثولوجيكال، تعال نفهم ما معنى سبليتنج اوف ا ساوند. في العادي اثناء الاكسبيريشن وانا بخرج النفس هتسمع الصوت الاولاني صوت واحد، هو قفلت بابين في وقت واحد. طب نفكر الصوت الاول ده يمثل ايه؟ تقولي سيستول، يبقى مين اللي اتقفل؟ هتقولي ميترال وترايكاسبيد فالف، مش عايزين نملة. وقفلة الصمام تعمل صوت، تقولي ماشي. طيب هنا بقى انا بقولك سبليتنج باثولوجيكال. في الاول لازم تقولي يعني فيسيولوجيكال سبليتنج. وانا باخد نفس الديافرام بينزل لتحت بيضغط على الابدومينال فينز، بريشر في الابدومين بيعلى اكتر من الفينا كيفا، فالدم بيطلع بفرق الضغط من الابدومينال فينز الى الفينا كيفا بالبريشر جريدينت. تمام انا معاك. طب وبعد كده؟ بعد كده هيوصل الى الرايت اتريوم ثم الى رايت فنتريكل. الترايكاسبيد فالف هيتأخر في قفله، الكاسب المفصلة بتاعت الصمام ضعيفة شوية مقارنة بالميترال فالف، فالرايت فنتريكل يعمل ايجكشن في البالمونري ارتري والدم ده يبقى اوكسيجينيتد، يروح الى الاربعة بالمونري فينز ثم ليفت اتريوم ثم ميترال فالف يفتح ويقفل قبل قفلت الترايكاسبت، ده في العادي مع الانسبيريشن. يعني ايه؟ هتقولي الصوت الاول دايما كاني واحد بيقولك كلمة لب، صوت خشن لب. اللب دي هو الاتنين فالفز اتقفلوا في وقت واحد. طيب وانا باخد نفس فالف هيقفل الاول، فبص بقى نسمعها ازاي. لا لب ال دي الاولى لوحدها ميترال فالف كلوجر،
خلي بالك، واللب التكملة هو أفلت ميترال وترايكسب. أنا ليه عايزك تفهم فيسيولوجيكال؟ السؤال بيقول باثولوجيكال سبليتنج. التفكير المنطقي معناها إن الميترال فالف سيتأخر في قفله عن الترايكسبت في الحالة المرضية. ده في غاية الأهمية. يعني إيه يتأخر في قفله؟ يعني الميترال فالف في حالة ستينوزس. طبعا مش مكتوبة في الاختيارات، فهقول لك none of the above. هتقولي طيب انت ليه ما قلتش aortic stenosis؟ aortic stenosis تتقال مع pathological splitting of second heart sound. عايز اقول لك قاعدة دلوقتي، اي valve ناحية الشمال اقوى من اي valve ناحية اليمين. يعني physiological splitting first heart sound الميترال فالف يسبق قفلة الترايكسبت، والفيسيولوجيكال سبليتنج اوف سكند هارت ساوند الاورتيك فالف يسبق قفلة البالمونري فالف. طب انا لو جيت قلت لك باثولوجيكال سبليتنج اوف سكند هارت ساوند، اعكس الطبيعي، اورتيك فالف يتاخر في قفله يبقى أورتيك ستينوس. ده طريقة التفكير. طب second heart sound حصل امتى؟ قلنا ايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز. خلي بالك second heart sound بيتميز بثلاث كلمات بحرف الاس، شورت لانه حصل في مرحلة واحدة في الكاردياك سايكل لايزو فوليومتريك ريلاكسيشن، مقارنة بالصوت الاول اللي حصل في مرحلتين. تاني اس سيميليونر فالف كلوجر، انا سببي قفلت اورتك وبالمونري فالف. تالت اس افضل مكان اسمع عنده السكند هارت ساوند هو سكند انتركوستال سبيس. ده مهم جدا. زي ما في شفرة للسكند هارت ساوند، في شفرة برضو للفيرست هارت ساوند. تلات كلمات يبدأوا بحرف ال لب خشن، لونج لانه حصل في مرحلتين، ولو بيتش الصوت غليظ زي صوت الرجالة. عندنا لونج فوكال كوردز فالصوت طالع خشن. طيب نيجي للسؤال اللي بعده، سكند هارت ساوند يتميز بيه؟ هتقول لي يتميز لونج ولو بيتش وكمان ضب. ده مهم قوي، مش داخله في قاعده الثلاثه اس. خلي بالك لو جبت انت سيديهاية عليها اصوات القلب سمعتها على يوتيوب اي برنامج، تلاقي وهم بيسجلوا الأصوات صوت الأولاني كده لب والتاني ضب. الأول خشن تاني ناعم رفيع سرسع شوية. ده الفرق بين الفيرست والسكند. نيجي بقى للسؤال ده وشرحناه، normal splitting of second heart sound during inspiration. لما تطلب من العيان ياخد نفس حاطط السماعة على البريكورديوم، يا ترى ايه اللي هيحصل في الطبيعي؟ مين يسبق مين؟ تقول لي اورتك يسبق بالمونري. ليه؟ انا بتكلم عن سكند هارت ساوند اللي هو مؤشر على الدايستول، قلب هيملى، يبقى انا اقفل الابواب الخارجية اورتك وبالمونري، مفيش وقت للإيجكشن دلوقتي. فبالتالي يا ترى النورمال سببه ايه؟ هتقولي طبعا سي closing of pulmonary valve is delayed. انت يا pulmonary اتأخرت في قفلتك،
مقارنة بالأورتك. طيب بص على الأولى غلط. الأورتك فالف كلوزنج إز ديليد، ده لو اتأخر ما يبقاش نورمال، يبقى باثولوجيكال. كل كلمة في الفسيولوجي والله ذهب. أنا عايز أعلمكم في الفيديوهات دي the way of thinking، ده مهم جدا. طب تختار على أساس إيه؟ في طلبة بتبقى مذاكرة كويس ولكن من التوتر أو نقط صغيرة ما ياخدش باله منها يحل السؤال غلط. طب بص اللي بعده، opening of mitral valve is delayed. تقول لي لو اتأخر الميترال ده يبقى pathological splitting of first heart sound، ده مهم قوي. بص على دي، stroke volume of left ventricle يزيد. في النورمال splitting of second heart sound. طبعا الستروك فوليوم بيزيد، هقول لك اه بس ملهاش علاقة برأس السؤال. يعني انا بقول لك هو لما يحصل سبليتنج واسمع الصوت صوتين اثناء النفس ليه؟ ما تجيش تقول لي بقى ده هيزيد الستروك فوليوم، لا. وكمان في حاجة تانية لازم تبقى عارفها وهقولها في الفيديو القادم، امتى الستروك فوليوم يزيد؟ مع الانسبيريشن ولا مع الاكسبيريشن وليه؟ دي نقطة هنأجلها للفيديو القادم. هارت ريت از ديكريز، برضو هنأجلها مع فيديو كاردياك اوت بوت وريزيرف. السؤال اللي بعده، فيسيولوجيكال سبليتنج اوف سكند هارت ساوند. هنا بقى مش طالب منك حصل ازاي، لا طالب منك افضل مكان لو حطيت السماعة عنده هسمع ده ضب، زي ما في لا لب، ال الاولى قفلت الميترال واللب التانية الاتنين، في ده ضب. الدي دي لوحدها قفلت الاورتيك فالف اولا، والضب التكملة، الاتنين قفلوا مع بعض او كملوا القفلة. اسمعه بوضوح عند البالمونري اريا، ده مهم جدا. في البالمونري اريا هسمع بوضوح الفيسيولوجيكال سبليتنج. في فيديوهات العملي قلت لك ان في اربعه، اوسكالتاتوري اريا، وقلت كل اريا ازاي نعمل لها سيرفيس اناتومي وازاي نسمع عندها الاصوات، موجود في بلاي ليست في فيديوهات القناة. طيب سيرد هارت ساوند، هل يتسمع بالسماعة؟ تقول لي ايه غلط؟ هاي بيتش، تقول لي غلط، ده لو بيتش. يتسمع في الاطفال صح، مش عايزك تتخدع لما تلاقي all of the above. في طلبة لما يلاقي all of the above يقول لك خلاص هي دي اللي نختارها، ما ينفعش، لان لو في اختيار واحد قبلها غلط ما ينفعش اقول كل ما سبق صحيح. السؤال اللي بعده، نتكلم عن الميرمر، وهنا عايزين نقف شوية. كلمة ميرمر معناها turbulent noisy sound، في حاجة غلط في الصمام. ده حتى الميرمر بالعربي اسمه لغط، لام غين طه، لغط تعني غلط، صمام في حاجة غلط. يعني غلط يا إما ضيق قوي يا إما مفتوح على الآخر وما بيقفلش. طب نرجع لسؤال الام سي كيو، دايستوليك ميرمر معناها إيه؟ معناها إن في مشكلة أثناء الدايستول. إيه اللي بيحصل في الدايستول؟ أورتيك وبالمونري يقفلوا، طب دول ما قفلوش، فضلوا مفتوحين، يبقى ايه؟ اورتيك وبالمونري انكومبتنس، تمام. طب والميترال والترايكاسبيد المفروض في العادي يفتحوا، اللي حصل ان هما داقوا. يعني انا عايز اقول الميرمر عكس الطبيعي، اللي مفروض يفتح ما فتحش،
واللي مفروض يقفل ما قفلش، علشان كده تختاروا معايا ايه؟ ميترال ستينوزس. طبعا كان المفروض يبقى ترايكاسبيد ستينوزس، انكومبتنس غلط، اورتيك ستينوزس غلط، اورتيك انكومبتنس، بالمونري ستينوزس غلط، الصح هو بالمونري انكومبتنس. نيجي للسؤال اللي بعده، شو ذا كوركت ستيتمنت ريجاردينج بلس؟ قبل ما اقول لك على اجابه هذا السؤال، برضو في سيستوليك ميرمر، اعكس ايه اللي بيحصل في السيستول. تقول لي اورتيك وبالمونري مفتوحين ما فتحوش، يبقى داؤه، يبقى ستينوزس. طيب ميترال وترايكاسبيد المفروض مقفولين ما قفلوش، يبقى انكومبتنس. فيسيولوجي مش عايز حفظ، فكر الطبيعي ايه، اعكسه تبقى مرمر. regarding pulse، اول اختيار you feel blood moving in radial artery، تقول لي غلط، انا ما بحسش الدم اللي ماشي في الارتري لانه ماشي بسرعة بطيئة، نص متر في الثانية. طب الله، امال البالس ده انا بحس بايه؟ بريشر ويف، موجة بحر عملت هزة مفاجأة في جدار الراديال ارتري. ما هو الدم بينزل من البريكيال الى الراديال بيعمل هزة، دي الهزة دي سرعتها 6 متر في الثانية، فانا احس الاسرع. علشان كده تعريف البلس ايه؟ هو بريشر ويف ترانسميشن اكروس ذا وول اوف ذا ارتري. فيسل وول از فيلت نورمالي ان يونج ايج، حط دايره على كلمه نورمالي، مش طبيعي ان انت بتحس بالجدار. ما عندناش اسيرو سكليروزس، ما عندناش كوليسترول مترسب على الوول. وعملت فيديو عملي تجربة اسمها ميلكينج اكشن، ازاي تو ديتكت الوول اوف ذا ارتري محسوس ولا لا. از بريشر ويف ترانسميتد تو راديال ارتري، تقولي هي دي الاجابة الصحيحة، سي صح. هاز نو سبيشال كاركتر نورمالي، تقولي ها صح ولا لا، ما عندوش سبيشال كاركتر، تقول لي برضو صح. الاثنين دول صح، ما فيش حاجة بتميز البلس، لا هو سريع ولا بطيء، انا بتكلم نورمالي، لا هو قوي ولا هو ضعيف. عشان كده في العملي لما قلت لك كومنت اون بلس وعلمتكم الجملة اللي فيها ست معلومات، قلت لك average volume، قوة الضربة متوسطة. انت مش مضطر تغرس صوابعك قوي وتحس الراديال بلس، ولا مضطر ان انت يعني ايه حاجة تخبط في صباعك بقوة، لا كده ولا كده. طيب السؤال اللي بعده، strong pulse volume، اول ما تقرأ رأس السؤال كده تفكيرك يبقى مبني على فكرة ايه؟ ان السيستول عالي قوي والدايستول قليل قوي. دايما الفوليوم يعتمد على بريشر جريدينت، انا مش قصدي بالفوليوم حجم الدم، قوة الضربة الامبليتيود بتاعتها او الماجنيتيود، كلها مرادفات بمعنى واحد، سيستول عالي دايستول اقل. طب نيجي لاول احتمال، اورتيك incompetence، الاورتيك فالف مفتوح على الاخر وما بيقفلش، ها تفكر في ايه؟ تقول لي افكر ان الدم بيسيب الاورتا ويرجع للفنتركل، بالاضافه الفنتركل بيملى من الاتريوم، يبقى زاد اند دايستوليك فوليوم في الليفت فنتركل، زاد ستروك فوليوم، زاد كاردياك اوتبوت، زاد السيستوليك بريشر. طب اخبار الدايستول ايه؟ يعني ايه دايستول؟ الدم بيسيب الاورطة ويروح للبريفري،
اقل ضغط ممكن في الاورطه. هنا الدم سابك يا اورطه في اتجاهين، اتجاه طبيعي للتيشوز واتجاه غير طبيعي رجع للليفت فنتركل، وبالتالي الدايستوليك بريشر هيقل جدا والسيستوليك زاد جدا. فرق ما بيننا كبر، اسمه بالس بريشر. عشان كده في النظري قلت لك العيانين دول اقدر احس عندهم الراديال بالس او البالس في نص الفور ارم، دوره دمويه نشطه، تحس النبض في مكان قبل مكانه الاصلي من كتر الهايبر دايناميك سيركيوليشن. طيب هايبر ثايرويدز هنشرحها السنه الجايه، بس فكرتها ثايرويد هرمون بيخلي البيتا 1 ريسبتور على الهارت سنسيتيف لتاثير الكاتيكولامين عليه فيزيد السيستوليك. طيب وفي نفس الوقت الثايرويد ده بيحرق في انسجه الجسم، بيطلع ميتابولايتس كتيره، ويست برودكتس كتيره. معروف ان الويست برودكت بيعمل فازو دايلاتيشن للفيسل، وبالتالي بيقلل الدايستوليك، والسيستوليك عالي برضو يزيد البالس بريشر، تبقى الضربه قويه. اسيرو سكليروزس شرحناها في النظري، فقدنا الالاستيك فايبرز، فبالتالي الالاستيك فايبرز دي في العادي في الول اوف اورتا تمنع الزياده في السيستول وتمنع نقص الدايستول. خلاص اللي انت بتمنعيه مش ما بقاش موجود، السيستول زاد قوي والدايستول قل قوي، all of the above. طبعا اللي انا شرحته اسمه ووتر هامر بلس. حتى انا قلت لك في النظري من كتر ما الضربه قويه الدكاتره في زمن الاغريق قالوا شبهوا الضربه دي عامله زي لعبه الميه. اطفال في الاغريق كانوا بيعملوا ايه؟ يجيبوا ازازه نصها مليان ميه وكانت ضيقه من فوق ونازله على واسع، ويجيبوا الازازه دي ويقلبوها على ايديهم. طبعا شغل عبط زمان، شيء طبيعي الميه تنزل تطرطش بقوه باندفاع فوق لتحت الجاذبيه. فقالوا الضربه القويه اللي بنحسها في نص الفور ارم عامله زي طرطشه الميه بتاعت لعبه ووتر هامر توي، تعال نسميها ووتر هامر بلس. ودي تمثل اي سترونج بلس فوليوم، اورتيك انكومبتنس صح، اثروسكليروز صح، تبقى ايه بلس سي. السؤال اللي بعده وده السؤال الاخير، بلس از فيلت ويك زين سترونج، ممكن تقول لي ده اسمه ايه؟ طبعا اسمه بلسس الترنينز، جايه من كلمه الترنيتنج، ضربه قويه ضربه ضعيفه هارت فيلير. طبعا الثريدي بالس غلط، لان ده ثريدي احسه في الهيموريدج في النزيف،